تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. الدرس الثاني: الدستور. أولاً: مفهوم الدستور. تعرفت في الدرس السابق مفهوم الدولة ومكوناتها. وستتعرف من الحوار الآتي الوثيقة التي تنظم شؤون الدولة في مختلف مجالات الحياة. تتبع الحوار الاتي بين خالد وابيه ثم اجب عن الاسئله التي تليه الاب اسرع يا خالد عليك ان تصل المدرسه قبل بدء الاصطفاف الصباحي الطابور خالد هل تبدا المدارس جميعا اليوم الدراسي بالاصطفاف الصباحي بالطابور الاب نعم يا بني فهناك نظام تلزم المدارس بتطبيقه مثل تحديد زمن الحصة وأوقات الاستراحة ولبس الزي المدرسي. خالد، من الذي يضع هذا النظام؟ الأب. تضع وزارة التربية والتعليم هذا النظام الذي ينظم أحوال المدارس وشؤون الطلبة. فهي التي تملك السلطة في ذلك. خالد، إذا كانت المدرسة وهي جزء صغير من مملكتنا الأردنية الهاشمية، تحتاج الى نظام لتسهيل شؤونها فكيف تنظم فكيف تنظم شؤون الدوله الاب الدستور الاردني هو الذي ينظم شؤون الدوله يا بني خالد وما الدستور وما الدستور يا ابي الاب الدستور هو وثيقه اساسيه تحدد نظام الحكم في الدوله وينبثق عنها مجموعة من القوانين تنظم حقوق المواطنين وواجباتهم. أسئلة: ما أهمية الدستور؟ ماذا ينبثق عن الدستور؟ ولماذا توضع القوانين؟ ثانيا: حقوق المواطن في الدستور الأردني؟ يشتمل الدستور الأردني على مواد تتعلق بحقوق المواطن الأردني التي يكفلها القانون ولا يجوز حرمان المواطن أيا منها تأمل الشكل ثم أجب عما يليه نرى في الشكل مجموعة خمس دوائر في الدائرة التي تقع في الوسط من حقوق المواطن في الدستور الأردني يتفرع منها دائرة مكتوب فيها الإقامة والتنقل. دائرة ثانية مكتوب فيها التعبير عن الرأي. دائرة ثالثة مكتوب فيها التعليم. ودائرة أخيرة مكتوب فيها الانتخاب. الأسئلة اذكر حقوقا وحريات أخرى للمواطن الأردني. ما واجباتك تجاه الوطن؟ ثالثاً مراحل تطور الدستور في الأردن، اقرأ النص الآتي لتتعرف مراحل تطور الدستور في الأردن. تأسست الدولة الأردنية عام 1921 وعُرفت باسم إمارة شرق الأردن وكان أميرها عبد الله الأول ابن الحسين. وقد أصدر الأمير أول دستور للدولة ينظم شؤونها، وكان يسمى القانون الأساسي لعام 1928. وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار عام 1946 للميلاد، أعلن الاستقلال، وأصبحت إمارة شرق الأردن تسمى المملكة الأردنية الهاشمية ونودي بالأمير عبد الله بن الحسين ملكاً على البلاد. وفي عام 1947 أمر جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين بإصدار دستور جديد للمملكة الأردنية الهاشمية. ولما جاء المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبد الله وضع دستورا جديدا للبلاد عام 1952 من اجل تنظيم شؤونها وما زال يعمل بهذا الدستور الى يومنا هذا. تامل الصور الاتيه التي تمثل ملوك وطني مرتبه من الاول الى الحالي ثم اقرا النص الوارد اسفلها ثم اجب. نرى في الصورة المؤسس الاول الملك عبد الله الاول ابن الحسين. في الصورة التالية الملك طلال بن عبد الله. في الصورة التي تليها الملك الحسين بن طلال وفي الصورة الاخيرة الملك الحالي عبد الله الثاني ابن الحسين. من نصوص الدستور الاردني المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والشعب الاردني جزء من الامة العربية اثنان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية اسئله عدد ملوك الاردن بالترتيب صف طبيعة نظام الحكم في الأردن نشاط نظم أنت وزملائك بإشراف المعلم زيارة إلى القاعة الهاشمية في مدرستك أو في أي من المدارس المجاورة لتتعرف محتوياتها ثم اكتب تقريرا عن ذلك واقرأه أمام زملائك في الصف الأسئلة واحد ما الجهة المسؤولة عن تنظيم المدارس وأحوالها؟ اثنان، ما الوثيقة التي تنظم شؤون الدولة؟ ثلاثة، تتبع مراحل تطور الدستور في الأردن؟ أربعة، متى استقلت المملكة الأردنية الهاشمية؟ خمسة، اذكر أربعة من الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للمواطنين؟